تعرف صالح؟ لا ما بعرف، شو بيعرفني؟ شو شايفتيني بعلم بالغيب؟ شو؟ زمور هالخطر، اجانا ساعته. وليش بقى؟ شو ركبوهن لحالنا يعني؟ لا ما نقلنا لحالنا، بس بتعرف شو بيصير إذا هالزمور ده؟ لا ما بعرف، شو رح يصير يعني؟ يا سيد العالم تهجموا على الدكان لتموت، وقتها منبيع الطاق أربعة ويمكن السعر يصير أغلى. زهرة لو تحركي لي التهاب العصب الوركي ها، نحن شو دخلنا؟ كيف شو دخلنا؟ ليش منفى بتضع عنده دكانة غيرنا؟ ما حدا. ومن مين العالم بدها تشتري؟ من عنا. ها؟ وهالبضاعة اللي بالدكانة بتكفي العالم وقت اللي بده يدق زمور الخطر. ليزو علي الحلال عليكي مخ تجاري، بحط كل شي في تجار بسيالته الصغيرة. ليكي هلأ بس يجي أبو نادر ويشرح لنا شو بدنا نسوي بعد ما بدق زمور الخطر، بنزل على السوق وبعبي بضاعة للدكان والمستودع. ليش ليجي أبو نادر؟ هلأ دغري حمول حالك وانزل، أبو نادر يمكن ما يجي للمساء، ما بتلحق. وبركي إجي أبو نادر هلأ. بيشرح لي إلي وأنا بشرح لك، قوم خذ كل شي في مصاري وروح اشتري البضاعة. أوي أوي، رح أخذ عويدي على البلد، وعبي هالتراكتور بضاعة من السوق. يلا. سكة، كتر سكة، العالم ما بيضل عندها شغل، بتقعد بتقرقع متة، والمتة شو بدها؟ لك سكر، علي الحلال سكر.